هاد ما قدمنا له المؤشرات. المؤشرات ما هي؟ اولا عندنا نسبه نمو ب 4.1 واحد، اذا هذا مؤشر ايجابي وايجابي جدا. عندنا فائض في الانتاج في الميزان التجاري ويعني لا ريزيرف دو شونج تاعنا اللي تجاوزت 70 مليار دولار، هذا مؤشر اخر. عندنا عندما نتكلم لك نعطيك مؤشر اخر اللي اليوم ممكن ما قدمتوش للسيد رئيس الجمهوريه. على فكره هذه الارقام لاول مره تخرج للراي العام الجزائري. نعطيك مؤشر اخر، عندما نمشي للسي ان ار سي اللي هو تابع لوزاره التجاره ونشوف بانه في السي ان ار سي في الاربع سنوات الاخيره تم خلق 726 الف يعني روجيس كوميرس، به مؤسسات خاصه يعني ومؤسسات عموميه وحتى يعني اور سوسيتي باراكسيون، اشخاص معنويين واشخاص طبيعيين. هذا يعني اننا فيه حركيه. عندما نتكلم عندما نقارن هذا العدد 726 الف يعني مؤسسه اللي خلقت نقارنها مع لاكناس، يعني ما هي نسبه لا ديكلاراسيون او نيفو لاكناس، نروحوا نشوفوا يعني مناصب الشغل اللي تخلقت على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي او حتى صندوق لاكاسنوس. يعني هذه مؤشرات شافوها قراوها الاجانب، فقط احنا مازال ما نجدين فيها ثقه ومازال نقولوا لا احنا ماناش قادرين يا راجل ماناش قادرين ننجو. حتى السيريال يعني الحبوب واستهلاكنا من الحبوب كنا نشكوا اننا نجي يوم اننا من يعني اون فا ايكونوميزي او نقتصد ما قيمته 4 مليار دولار لحقنا نستورد 4 مليار دولار من الحبوب من الحبوب من الحبوب السيريال القمح لين وقمح صلب وحتى البقول الجافه. اليوم هذه السنه عندما درنا 1.2 مليار دولار كل واحد بدا يلغى بالغاه، واحد يتهمنا بالذكاء الاصطناعي، واحد وقع تشكيك لا يبقى التشكيك، لكن حبينا نقولوا للمشككين هادو هذه المؤشرات ماشي الجزائر اللي راهي تقيم فيها، هذه مؤسسات دوليه اللي ماهيش دائما تكن الخير للجزائر لكن تقر بالحقائق والوقائع الموجوده وتشيد باداء الاقتصاد وتشيد بالاداء الجزائري. خليني نقول لك الاخت، عندما تكلمنا على 29 مليار دولار سنه 2030 هذا موش خطاب سياسي، هذه مؤشرات وهذه خطة عمل موجودة في الميدان، وكل قطاع وزاري اليوم مكلف في قطاعه أنه يدعمها ويمشي فيها. ونعطيك بعض الأمثلة، شعبة الغذاء أو المواد الغذائية الزراعية والمنتجات، شعبة منتجات المنجمية النحاس الفوسفات والزنك وغرج بيلات أميزور منجم الفوسفات اللي راح يخلي الجزائر اول دوله مصدره للفوسفات. كذلك الصلب غارج بيلات اللي نامل اننا نصدر بكميات ضخمه، راح يجي نهار اللي نعلنوا عليها الكميات المتوقع ويتفاجأ فيها كل العالم. كذلك منتجات الصناعات البلاستيكيه الاسمنت والسيراميك ومواد البناء اللي راهي موجوده اليوم اصبحنا نصدروها، وراهم يشوفوا اصبحنا اليوم ننتج 40 مليون طن من الاسمنت وقادرين نضاعف حتى كمية إنتاجنا. رانا نصدر حوالي 20 مليون أو 10.2 مليون طن، لكن راح تتضاعف عندما تنتهي الخطة وينتهي البرنامج والسياسة الوطنية في التصدير. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.